اول ما ابتديت سينماتولوجي حد سالني انا ليه بعمل حلقات عن افلام عمرها فوق ال 50 وال 60 سنه، ما بركزش ليه على الافلام الجديده اكتر؟ سببين: اولا ان في ناس تانية كتير بتركز على الافلام الجديده، ولو في فيلم او عمل جديد شدني من زاويه معينه بتكلم عليه، بس السبب الاهم هو رغبتي اني اوصل لكم ان السينما المصريه ومن زمان انتجت اروع واقوى افلام في العالم. وفعلا بندهش ازاي السينما بتاعتنا ملهاش الهيبه العالميه زي السينما اليابانيه او الفرنسيه او الايطاليه مثلا. سبب من الاسباب في رايي هو فشل اغلب الناس اللي هم المفروض يعلوا ويظهروا قيمه الافلام دي، فشلهم في اظهار الجوانب السينمائيه العبقريه فيها، سواء كان النقاد او برامج سينمائيه او غيرهم، اللي كل اللي بيعملوه هو اعاده تدوير مصطلحات تريفيا معلومات عامه بتظلم الحرفيه السينمائيه في افلامها. واكتر جانر او نوعيه افلام مظلومه من ناحيه التقدير التقني هي الكوميديا. كنت عملت حلقه عن اشاعه حب، والحلقه دي برضو عن ام العروسه، عايز اوريكم فيها ان الفيلم اللايت ودمه خفيف وظريف هو في الحقيقه وراه شغل كبار. المشهد الاول في الفيلم وهم بيصحوا ويبتدي يومهم طوله 13 دقيقه، ومن اصعب المشاهد اللي ممكن تتنفس. الفيلم بيفتح على شقتهم وشوفوا كميه التفاصيل في الحاجات اللي جوه البيت، اي حد عنده عيال هيتفهم اللخبطه اللي هم فيها. شقه واقعيه جدا بكل اللي فيها، وما تنسوش ان دي حاجات فريق الديكور هو اللي جابها وحطها في الاماكن دي، والشقه نفسها باوضها ببنها بعفشها هي مبنيه جوه استوديو، يعني كل حاجه شايفينها فريق العمل فكروا فيها وصمموها او اشتروها علشان المشهد. اول حوار هو بين رجلين عماد حمدي وتحيه كاريوكا، ومن قبل حتى ما نشوف وشهم بنعرف ان الام هي اللي دايما بتكسب بالتحايل على جوزها. واليوم يبتدي بالجنين، وكذا حاجه بتحصل مع بعض تعلي الطاقه الانرجي بتاعت المشهد. بيبي بيعيط، اللبن بيفور، الابن الصغير عامل زي القرد عمال يجري في كل حته عايز قرش، الراديو صوته عالي، الاخوات الولاد بيتخانقوا مع بعض، الاخوات البنات بيتخانقوا مع بعض، الام بتتخانق مع عيالها، وكله بيحصل جوه الشقه بين الاوض والصاله. وفي اللي بيسموه السبيشال اويرنس، يعني ان احنا كمشاهدين نبقى عارفين كل واحد فين وتقسيمه الشقه ازاي، والابواب دايما مفتوحه علشان نعلي الطاقه والاحداث جوه الكادر، والشخصيات تدخل وتخرج في التوقيت المظبوط بالثانيه. وفي مشاهد قدام نشوف ان مش بس الابواب هي اللي مفتوحه، بس شبابيك الجيران كمان، علشان نعلي اكتر واكتر من درجات الاحداث جوه الشقه الصغيره دي. قطعات هايله بين كل جزء في الشقه، وشطات طويله تاخدنا من الصاله عبر الطرقه للمطبخ، وتاني كل جزء من الشقه في حتت الاكسسوار المناسبه ليه. ربكه بكل معنى الكلمه، لكن ربكه مدروسه من المخرج عاطف سالم والفريق بتاعه. اتفرجوا على المشهد تاني وتخيلوا التجهيزات اللي ورا الكاميرا، والربكه دي تهتى مع خبر في الراديو انه هيجيله علاوه 3 جنيه 48 قرش و8 مليم. وفي المشهد ده بنتعرف على كل شخصيه وطباعها: منير الشقي، سميره احمد الرومانسيه، اختها الصغيره اللي اشقى، سامي اسخف اخ لكن سخافته مسخره، الام وشخصيتها القويه، والاب اللي مع كل الحمل اللي شايله الا انه طيب جدا وقلبه على بنته. في المشهد اللي بعده سميره احمد بتتعرف على يوسف شعبان في خطوبه صاحبتها وبيحبوا بعض، مشهد واحد وقعوا فيه في حب بعض، مش محتاجين اكتر من كده، لان الفيلم مش فيلمهم، الفيلم هو فيلم الكبار، الدراما والسسبنس اللي عماد حمدي بيدخل فيها علشان مصاريف الفرح وتجهيز بنته. الفيلم ده مصري جدا، الدراما دي المشكله دي ما تلاقيهاش في الغرب، ما عندهمش الشقه على مين والعفش على مين والستاير على مين والصيني على مين والكلام الجميل بتاعنا، وده اللي يخلي الفيلم ماستر بيس مصري بالذات. الا لو في بلاد عربيه تانية عندهم برضو نفس التفاصيل في الجواز، يا ريت اصحابنا متابعين سينماتولوجي اللي من بلاد عربيه تانية يقولوا لنا. الكوميديا نبع من المواقف، وده الفرق بين الكوميديا الفارس اللي محتاجه كوميديانات زي اسماعيل ياسين او فؤاد المهندس، وكوميديا الموقف سيتويشن كوميدي زي الفيلم ده وافلام كتير ابيض واسود نجومها مش كوميديانات لكن افلام تضحك جدا بناء على الموقف. واتمنى نرجع نشوف افلام كوميدي مبنيه على الموقف مش بس على الفارس والافيه. اتكلمنا على الحرفه السينمائيه العاليه في اول مشهد، اضربوها بقى في ثلاثه او اكتر في اخر مشهد، مشهد الفرح. عدوا معايا فيه كام لوكيشن جوه الفرح، الشارع بالفرقه وكل المعازيم واصحاب الولاد والعريس واهله لما بيوصلوا، البلكونه اللي بيبصوا منها على الشارع، السلم والجيران بيتفرجوا على كل المعازيم وهم طالعين، اوضه العروسه واصحابها وهم بيجهزوا، المطبخ والطباخين بيجهزوا الاكل، والصاله جوه الشقه اللي عماله تتملي زي النمل والناس بتتدفق جواها، والكاميرا من فوق عشان تورينا العدد المهول ده. وزي ما قلت لكم الشقه داخلي متصوره جوه استوديو، لكن البلكونه والشارع خارجي في لوكيشن حقيقي، في ربط بين استوديو ولوكيشن من غير ما نحس. وسؤال بقى للغاويين السينما المصريه على حق، مدخل العماره ده كان في فيلم ايه تاني؟ بين كل الاجزاء المختلفه في المشهد في كذا اكشن برضو بيربطهم ببعض،
عماد حمدي بيستخبى من الطباخ، الناس اللي عماله تزيد وشايفينهم من البلكونة، العريس والعروسة، والدراما الأساسية لما يفتكر إن الضابط جاله علشان الفلوس اللي أخدها فيعترف لمراته. أنتوا متخيلين كمية الشغل؟ متخيلين كمية المجاميع؟ نفسي كنت أكون في اللوكيشن ده وتقسيمات الشطات وربط الشطات مع بعض في المونتاج. شغل جبار، وأحلى ما في الموضوع إنك ما تاخدش بالك إن شغل جبار. كل اللي بتحسه هو الكوميديا الظريفة الخفيفة والعلاقات بين الشخصيات، ودي بقى السينما والإخراج ليفل الوحش، إنك من عظمته ما تحسش بيه.